من الميادين، السلام عليكم وإلى العناوين. لا، لم يسأل العراق في هذا الموضوع ونحن نستغرب هذا التصريح. الرئيس العراقي يكشف أن الأمريكيين لم يطلبوا إذنا للبقاء ومراقبة إيران ومخاوف أمريكية من تأثير ذلك على نقل القوات الأمريكية من سوريا. قبل أيام من قمة سوتشي، أردوغان يعترف بأن أنقرة حافظت على اتصالات مباشرة مع دمشق. إيطاليا تستخدم الفيتو ضد بيان للاتحاد الأوروبي يعترف بغوايدو، ودول أوروبية تعترف به رئيسا مؤقتا لفنزويلا. نواب بريطانيون يحملون السلطة العليا في السعودية مسؤولية تعذيب ناشطات وانتهاك حقوقهن في السجون. كاميرا الميادين تجول في منزل الإمام الخميني، حيث المكان البسيط يختزل حقبة تاريخية في مسيرة ثورة. كبريانو نحن بالمستشفى من أول لحظة، كان ولد كتير قوي يتقبل الشيء اللي عم بيصير معه. وفي الظاهرة أيضا، طفل في الرابعة من عمره يتغلب على مرض السرطان بعدما كاد يوصله إلى حافة الموت. أهلا بكم. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من بغداد لبقاء قواته في العراق من أجل مراقبة إيران. صالح، وخلال مشاركته في ندوة للمنتدى الرافدين، أكد أن القوات الأمريكية في العراق موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ومهمتها مكافحة الإرهاب، وأن الحكومة تنتظر إيضاحا بشأن أعداد القوات الأمريكية ومهماتها. لا، لم يسأل العراق في هذا الموضوع ونحن نستغرب هذا التصريح. فالعناصر العسكرية الأمريكية الموجودة في العراق هي موجودة بناء على اتفاق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة. هدف تواجد هذه العناصر هو مساعدة العراق في الحرب ضد داعش وتدريب وتعزيز القدرات العسكرية العراقية في معركة ضد الإرهاب. لم يكن في توصيف تواجد هذه القوات مراقبة إيران أو دولة أخرى. وأريد أن أذكر في هذا السياق أن الدستور العراقي واضح يمنع من استخدام العراق قاعدة لتهديد أو رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي قال إن الحديث عن استخدام قواعد أمريكية لمواجهة دول الجوار يتعارض مع الدستور العراقي والاتفاقيات بين بغداد وواشنطن. العبادي أكد في كلمته أمام منتدى الرافدين ضرورة أن تراجع الإدارة الأمريكية موقفها الذي يزعزع العلاقات بين البلدين، داعيا الحكومة العراقية إلى تأكيد موقفها الثابت بعدم جواز استخدام الأراضي العراقية ضد أي دولة جارة ومن أي جهة كان. رئيس تحالف الإصلاح والأعمار عمار الحكيم أكد أن العراق لن يسمح بأن يكون منطلقا لتهديد دول الجوار. وفي تغريدة على تويتر، أكد الحكيم رفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها، معتبرا التوجهات لجعل منطلقا للنيل من دول الجوار بمثابة تهديد لأمن العراق ومصالحه الوطنية. المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسين أكد أن أعلن الرئيس الأمريكي بقاء قواته في العراق لمراقبة إيران يشكل انتهاكا للسيادة الوطنية. وأضاف الحسين للميادين أن القوات الأمريكية هي أهداف مشروعة للمقاومة العراقية ويجب أن تكون هدفا للأجهزة الأمنية أيضا. بالتأكيد هي أهداف مشروع المقاومة، بل المفترض أن تكون أهداف مشروع حتى للأجهزة الأمنية العراقية، عليها أن تقف، لا تكون يعني أهداف بس عليها أن تقف أمام هذا الاعتداء، لأنه هذا الأمر مخالف يعني دستورية، وأيضا هذا يخالف توجهات الدولة العراقية وأيضا ما مثبت في الاتفاقية الأمنية، وحتى يعني كعقيدة بالنسبة للدولة العراقية أن لا تستخدم أراضي الاعتداء على الجيران. وبالتالي ليس فقط يعني هي هدف للمقاومة، بل هي أيضا تحدي بالنسبة للدولة العراقية، عليها أن تقف بوجه مثل هكذا يعني أفعال أو ممارسات.
الحسين أكد أن الفترة الزمنية المحددة لخروج القوات الأمريكية لا تتعدى الأشهر، مشددا على أن فصائل المقاومة لن تنتظر طويلا من أجل أن يقرر البرلمان العراقي مسألة الانسحاب الأمريكي من العراق. نحن لا ننتظر يعني لسنوات، بل هنالك فترة محدودة قد وضعتها المقاومة أمام البرلمان لكي يشرع هكذا قانون، بالتالي أو بخلافه سيكون هنالك موقف آخر. نحن لا ننتظر أكثر وأكثر، ولا ننتظر أن يتوسع الأمريكان أكثر وأكثر، ولا ننتظر أيضا أن يصاب العراقيين بظلم أكثر وأكثر. يعني هي المدة المعطاة ليست طويلة، يعني لا يعني هي أشهر فقط، ليست بالكثير. لا أستطيع أن أحدد حتى لا أحرج الأخوة في البرلمان، لكنها ليست طويلة. وكان ترامب قد أعلن أن أحد أهم الأسباب وراء رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها في العراق هو مراقبة إيران. سبب بقائنا في العراق هو أننا أنفقنا أموالا طائلة على القاعدة الأمريكية التي قد نحتفظ بها، وأيضا لأنني أريد أن أراقب إيران عن كثب لأنها مشكلة حقيقية. لا أريد إبقاء القوات في العراق من أجل ضرب إيران، بل أريد مراقبة أزمات الشرق الأوسط، وأيضا مراقبة إيران في حال كان هناك محاولات لتصنيع أسلحة نووية، لأننا سنعلم بها قبل أن يفعلوا ذلك، ولن أوافق على تقارير استخباراتنا إذا أكدت أن إيران بلد آمن. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن ضباط ودبلوماسيين أمريكيين قولهم أن تصريحات ترامب قد تهدد المحادثات الحساسة مع بغداد بشأن نقل القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق. نيويورك تايمز حذرت من إمكانية أن تثير هذه التصريحات مخاوف العراقيين لاعتبارها ستارا للعمل ضد إيران، وتوقعت أن ما سيطرحه ترامب بشأن انسحاب القوات الأجنبية قد يؤثر على العلاقات مع بغداد أو يوترها، مذكرة بأن غالبية الفصائل العراقية التي قاتلت القوات الأمريكية في السابق والتي تربطها علاقات قوية بإيران هي اليوم شرعية وجزء من الهيكلية العسكرية للبلاد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة العراقية بغداد النائب عن كتلة الصادقون في تحالف الفتح عبد الأمير للتعيبان. بداية أهلا بك سيد عبد الأمير. يعني بالأمس القريب قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه قد يستخدم العراق كقاعدة إذا ما أراد القيام بشيء ضد سوريا. بالأمس قال بأنه يريد البقاء في العراق لمراقبة إيران. بداية الموقف لكتلة الصادقون، ما هو من هذه المواقف الأمريكية المتكررة؟ وأيضا ربما نريد توضيح عن المهام، مهام القوات الأمريكية بالتحديد في العراق ما هي؟ أهلا وسهلا بكم ونشكركم على الاتصال بنا ونهديكم أطيب التحيات. حقيقة خطاب الرئيس الأمريكي يبدو أن لديه سبق إصرار على مراقبة إيران من خلال الأراضي العراقية، وهو أنه يرفض، حسب ما يقول، يرفض التقارير المقدمة من قبل وكالة الاستخبارات التي تؤكد أن إيران آمنة، رفضها مسبقا، وهذا سبق إصرار من قبل الرئيس على التجاوز أولا على العراق من خلال استخدام أراضيه للتجسس أو مراقبة إيران، وثانيا التخطيط المسبق أو الإصرار المسبق لمراقبة أو التدخل في شؤون إيران. نحن كدولة عراقية نرفض ونشجب تلك التصريحات، ونرفض التدخل السافر من قبل الرئيس الأمريكي. وأنا طالبت اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما أسقطت النظام العراقي 2003 أن حجتها كانت هو تدخل أو الاعتداء، تدخل صدام حسين والاعتداء على دول الجوار. واليوم يأتي الرئيس الأمريكي ليكون ازدواجيا في موقفه، حيث أن الأمس ادعى أن صدام حسين يتدخل ويعتدي على الجيران، وهو أي ترامب اليوم يتدخل في شؤون دولة ذات سيادة مثل العراق، وكذلك دولة ذات سيادة مثل إيران. العلاقة ما بين العراق وإيران تحكمها اتفاقية تم التوقيع عليها، اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهي تضمن مصالح الطرفين وسيادة الطرفين
ونحن كنواب حقيقة نطلب من الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه التصريحات الصادرة من الرئيس الأمريكي، لأن الحكومة العراقية هي مسؤولة أمام البرلمان العراقي وأمام الشعب. نعم. حول سيد سيادة العراق. نعم. وسلامة أمنه وأراضيه. سيد عبد الأمير، هذا فيما خص مطالبتكم اتجاه الحكومة، ماذا عن النواب؟ هل يمكن أن نرى في القريب العاجل طرح الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن في البرلمان العراقي ربما لتناقش من جديد؟ المادة 61 رابعا من الدستور العراقي هي تضمن أن مجلس النواب هو الذي يصادق على المعاهدات أو الاتفاقيات. ونحن استنادا إلى هذه المادة طالبنا مجلس هيئة رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة أو التداول حول التداعيات في الأيام الأخيرة فيما يخص تصريحات الرئيس الأمريكي والاتفاقية المبرمة ما بين الحكومة العراقية والحكومة الأردنية. نحن جادين في من أجل جلسة طارئة لمجلس النواب. هل تلقيتم أي رد حول هذه الجلسة الطارئة؟ يعني من الواضح بأن هناك تصريحات ممتعضة من المواقف الأمريكية الأخيرة، لعل يعني أبرزها اليوم الرئيس العراقي. هل تلقيتم أي رد؟ نحن نمثل الشعب، والشعب اليوم غاضب، الشارع العراقي غاضب اتجاه تصريحات الرئيس الأمريكي، والشعب يعتبرها تدخل سافر في الشأن العراقي وتطاول على جارة إيران. ونحن لابد أن نضع حد لهذا الاستهتار الأمريكي في المنطقة، وأن العراق دولة ذات سيادة، ولا نسمح لا للرئيس الأمريكي ولا لغيره بالتدخل في شؤوننا، ولا نسمح أن نستخدم الأرض العراقية كقاعدة أو محطة لضرب دول الجوار. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عبد الأمير التعيبان، النائب عن كتلة الصادقون في تحالف الفتح، كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد، شكرا لك. تصريحات ترامب حول الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في العراق لمراقبة إيران أعادت خلط الأوراق من جديد في العلاقة بين بغداد وواشنطن، وتحديدا في ظل المطالبة العراقية المتصاعدة بإلغاء الاتفاقية الأمنية وإنهاء الوجود الأمريكي. تقرير عبد الله بدران. أخيرا أذاع الرئيس الأمريكي علانية ما لم يكن سرا. قاوم الرجل القيم الأخلاقية التي يتكلفها مسرح السياسة الأمريكية بإطفاء أبعاد إنسانية على كل تحرك لتسويغه وتمريره، فأسقط ورقة التوت التي تستتر خلفها النوايا، فأشار ببنان ثابت إلى هدفه، إنه يريد الإبقاء على قواته في العراق كتهديد دائم لإيران، وعصا تلوح في أفقها الشرقي وعلى أرض جارها، وهو أي ترامب يسوق مخاوف امتلاك إيران للسلاح النووي على نحو يمثل أقصى ما تخشاه الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يقف العرب في مقدمهم، مشيحا بوجهه عن تقارير مسؤولة لأرفع مؤسسة استخبارية في بلاده التي أعلنت رئيستها جينا هاسبل أمام لجنة الاستخبارات في الكونغرس أن إيران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، فضرب عن كل ذلك صفحا فرماهم بالسذاجة في التعاطي مع الملف الإيراني، كما أنه لم يأبه بما كرره قادته العسكريون و بعض أركان إدارته من أن الهدف من وجود القوات الأمريكية في العراق هو المشورة والتدريب، يسانده في ذلك تصريحات كررها رؤساء الحكومة العراقية على التعاقب، والحقيقة يقرأها الكثيرون في العراق على نحو مغاير يبدو أنه أكثر قربا للصواب من سواه، وهو أن انهيار المشروع الأمريكي والبترو عربي في سوريا كان محققا بعد استنفاد كل وسائل نجاحه ومنحه وقتا بدل الضائع مرات عديدة، وأسباب الفشل كانت واضحة تاليا، فإن الفرق الخليجي من تعاظم قوة إيران لم يهدئه كل تلك القواعد الأمريكية في الخليج، ولعل العقار المهدئ الأجدى هو حشر بضعة آلاف جندي أمريكي في قواعد قريبة قدر الإمكان من إيران، والمنسي في هذا كله أن إيران بدعمها لفصائل المقاومة العراقية أجبرت الأمريكيين على سحب 150 ألفا من جنودهم بحرب استنزاف دامت 8 سنوات. أما العراقيون فبدأوا تحركا تشريعيا يتمثل في صياغة مشروع قرار ينهي الوجود العسكري الأجنبي على الأرض العراقية
على أنه ينبغي الاعتراف بأن التحرك الرسمي ليس كافيا لطمأنة الشعور الشعبي، إذ ينبغي من وجهة نظر عراقية صرفة أن يكون مشفوعا بمطرقة تستهدف الوجود العسكري الأمريكي في العراق، مطرقة تقبض عليها أكف عراقية وزنود الحلفاء. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتصالات مباشرة بين بلاده ودمشق على مستوى منخفض بين أجهزة استخبارات البلدين، مشيرا في مقابلة تلفزيونية مع قناة تي آر تي إلى أن المنطقة الأمنية في شمال سوريا يتعين أن تخضع لسيطرة تركيا حتى تتمكن من توفير الأمن فيها. التواصل مع دمشق مستمر على مستوى منخفض. أجهزة الاستخبارات تعمل بشكل مختلف عن الزعماء السياسيين. الزعماء قد لا يتواصلون، لكن أجهزة الاستخبارات يمكنها التواصل لمصلحتها. حتى إذا كان لديك عدو فعليك عدم قطع العلاقات، فربما تحتاجه فيما بعد. وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس الروسي سيلتقي رئيسي تركيا وإيران في سوتشي في 14 من شهر شباط فبراير المقبل. اللقاء يبحث الوضع في سوريا من دون تقديم أي تفاصيل إضافية. وكالة الإعلام الروسية ذكرت أن موسكو وأنقرة وطهران ترغب في تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا. ومن اسطنبول ينضم إلينا الكاتب والصحفي جواد جوك. بداية أهلا بك سيد جواد. أنطلق من المواقف الأخيرة التي جاءت خلال مقابلة تلفزيونية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قال بأن هناك اتصالات مباشرة بين دمشق وأنقرة ولكن على مستوى منخفض وعلى مستوى الاستخبارات الأمنية. برأيك يعني لماذا اعترف أردوغان في هذا التوقيت بالذات بهذه الاتصالات؟ ما الهدف؟ تحيات لك ولمشاهدينا الكرام لقناة الميادين الفضائية. أن الحكومة التركية كانت مستمرة في هذا العمل، لأنه بعد تقدم جيش السوري وتقدم تركيا أيضا من في العمليتين العسكريتين السابقتين، صارت القوات التركية والسورية جيران مرة أخرى بعد زمن، لأن لا تكون هناك اشتباكات بين الجانبين. وأيضا بالنتيجة روسيا تراعي العلاقات السياسية بين الجانبين نيابة الموجودة. الطرفان كان بحاجة إلى الاتصال ولو في مستوى الاستخبارات، لأنه هناك قوى مثل داعش يهدد الجانبين. وبالنسبة للأكراد أيضا، أن افتهمنا أنه كانت هناك تبادل الاستخبارات. بالنتيجة أهم الأسباب أنه أن لم تكن هناك أن لا تكون اشتباكات بين القوتين، ولهذا سبب أردوغان اعترف. لكن لماذا في هذا الوقت؟ نعم هناك أصوات داخل تركيا من المعارضة ومن الشعب التركي أنه لا بد لحل المشاكل أن يكون تواصل. يعني بصراحة لو كان تواصل بين دمشق وأنقرة مباشرا لما كنا نحتاج لا إلى روسيا ولا إلى الأمريكا. نعم، ولكن سيد جواد، هل يمكن لنا يعني أن نقتنع بأن الأصوات الداخلية التركية هي التي أدت إلى أن يعترف الرئيس أردوغان بهذه الاتصالات وهذه العلاقات يعني بين البلدين، أم أن هناك ما يحضر؟ يعني هذا التصريح أو هذا الموقف يمهد لأمر ما؟ يمهد طبعا، يعني أصوات الداخلية عامل مهم، لكن من جهة أخرى أنه أردوغان يمهد الأرضية، لأن بعض قوات السورية بعض قوات جيش السوري عندما تقدموا وأثبتوا قوتهم والآن يريدون العملية العسكرية ولربما إلى إدلب ولربما إلى شرقي نهر الفرات، ربما يأتون إلى المناطق الأمنية. بالنتيجة للجيش السوري كلمة وأثبتوا قوتهم. وتركيا عندما تحاول أن تؤمن وحدة الأراضي السورية، وهو بمعنى أن وحدة الأراضي التركية نفس الحالة، ولهذا السبب لا بد أن يمهدون الأرضية، لأن بدأوا يعترفون جهات مختلفة بالشرعية
حكومة دمشق، ولهذا السبب تركيا أيضا تحاول أن لا تبقى مؤخرا عن طيب الأوضاع. وأنطلق مما تتحدث سيد جواد لأسأل ربما السؤال الأخير، وزير الخارجية التركي سيكون في واشنطن، هناك لقاءات غدا مع مسؤولين أمريكيين، الموضوع هو سوريا، وأيضا في سوتشي هناك لقاءات تجمع بين الرؤساء التركي الإيراني وأيضا الروسي. اليوم تركيا أين تتموضع بالتحديد؟ يعني نحن قبيل الانتخابات المحلية، أنا أعتقد أن الحكومة التركية تحاول من جهة أنه إذا كانت هناك منطقة آمنة أن تشارك قوات التركية ولو بشكل رمزي في المناطق الحدودية، ومن جهة أخرى أن تكون المفاوضات مع الجانب الروسي للسماح للعملية العسكرية ولو بشكل محدود في شرقي نهر الفرات، لأن الحكومة بحاجة إلى ذلك. ومن جهة أخرى أنه في المناطق الآمنة التي نحن نعرف أن الجانب الروسي يعارض ذلك، ولربما يريدون أيضا التأييد والضوء الأكبر من الجانب الروسي بالطبع من جانب حكومة دمشق. نعم. شكرا جزيلا لك سيد جواد جوك الكاذب والصحفي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن من يحاول تجاهل سوريا أو فرض شروط عليها للعودة إلى جامعة الدول العربية لن ينجح. المقداد وفي كلمة له أمام الجمعية البريطانية السورية في دمشق شدد على أن من يهم سوريا هو موقعها في المنطقة ومشاركتها في كل ما يتعلق بالقضايا المصرية للأمة العربية. وفق بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على الفيسبوك، أكد المقداد أن سوريا لا يمكن أن تخضع للابتزاز ولا للتهاون فيما يتعلق بقضاياها الداخلية وقضاياها العادلة. استخدمت إيطاليا حق النقد ضد تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أوروبا تفرض صيغتها على المبادرة الخاصة بمجموعة الاتصال. لافروف أكد أن الأكثر فعالية هو إشراك جميع الأطراف في التسوية الفنزويلية، مشيرا إلى أن استعداد الرئيس نيكولاس مادورو لإجراء محادثات مع المعارضة ولرفض زعيمها خوان غوايدو هذه الخطوة بدعم مباشر من واشنطن وأوروبا. في المقابل اعترفت بريطانيا رسميا بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا. وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت وفي تغريدة له على تويتر قال إن مادورو لم يدعو إلى انتخابات رئاسية في المهلة الزمنية التي حددتها الدول الأوروبية خلال 8 أيام، لذا فإن المملكة المتحدة وحلفائها الأوروبيين يعترفون الآن بغوايدو رئيسا مؤقتا حتى إجراء انتخابات رئاسية. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا إلى حين إجراء انتخابات رئاسية في البلاد. ماكرون وفي تغريدة على تويتر أكد أنه يحق للفنزويليين التعبير عن أنفسهم بحرية وبشكل ديمقراطي. قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان من جهته أن غوايدو يملك الشرعية لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد. وفي مقابلة مع فرانس أنتر أعلن لودريان عن مشاورات أوروبية اليوم بهذا الخصوص. الرئيس مادورو يعتقد أن من الضروري الذهاب إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات جديدة للجمعية الوطنية في وقت يبدو فيه من الواضح للجميع بمن في ذلك كل الأوروبيين بأن من الضروري الخروج من هذه الأزمة عن طريق انتخابات رئاسية شرعية ومصادق عليها، لأن النظام هو نظام رئاسي. هذا ما طلبنا به، ونحن الآن في صدد اتخاذ الإجراءات الضرورية في ضوء رفض مادورو لذلك. هذا واعترف رئيس وزراء إسبانيا بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا داعيا كاراكاس إلى انتخابات حرة ونزيهة بأسرع ما يمكن. 8 أيام منذ دعوتنا إلى جانب شركاء أوروبيين آخرين نظام مادورو إلى انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة، وقد جاء هذا اليوم ولم يتخذ أي قرار بشأن ذلك، ولهذا نعلن اعترافنا الرسمي بالسيد خوان رئيسا لفنزويلا بالنيابة. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان قد رفض مهلة تنتهي ليلة الأحد كانت دول أوروبية قد حددتها من أجل دعوة لإجراء انتخابات رئاسية في فنزويلا، فيما دعا وزير الخارجية الكوبي إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا ووقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية.
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يرفض المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي والمنتهية يوم الأحد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحت طائلة الاعتراف بخصمه خوان غوايدو رئيسا بالوكالة. مادورو أبدى موافقته على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أمام آلاف من أنصاره في العاصمة كاراكاس. مادورو وفي مقابلة مع محطة لاسيكيستا الإسبانية قال إنه لن يخضع لضغوط من يطالبون برحيله، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرتكب أخطاء ستلطخ يديه بالدماء. توقف يا دونالد ترامب، إنك ترتكب أخطاء ستلطخ يديكم بالدم، أنت ستترك الرئاسة ملطخة بالدماء، توقف. يتمتع الشعب البوليفاري بالقدرة على الحوار والتفاهم. ترامب كان قد هدد بأن إرسال قوات إلى فنزويلا هو أحد الخيارات المطروحة على الطاولة. وفي مقابلة مع قناة سي بي اس نيوز الأمريكية قال ترامب إن مادورو طلب لقاءه قبل عدة أشهر لكنه رفض ذلك. وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز دعا إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا ووقف التدخل الاستعماري في أمريكا اللاتينية. وفي تغريدة على تويتر قال إن الحكومة الأمريكية هي العقل الحقيقي المدبر للانقلاب في فنزويلا. الرئيس مادورو أشرف على مناورات في ولاية أراغو بصفته القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا أنه لن يكون هناك حرب أو تدخل عسكري في فنزويلا، بل سيكون هناك سلام ونصر فقط. قد غصت شوارع العاصمة الفنزويلية كاراكاس بمئات آلاف المؤيدين لشرعيات الرئيس مادورو. وتنضم إلينا من كاراكاس مديرة موقع الميادين إسبانيول وفيقة مهدي. وفيقة أهلا بك. إذن هناك يعني مواقف تتسارع، بالأمس كان هناك موقف أمريكي يهدد من جديد بتدخل عسكري، المواقف الأوروبية الداعمة لزعيم المعارضة أيضا كانت حاضرة اليوم، هناك اعتراف بغوايدو من قبل بعض الدول، فيما يعني بقيت إيطاليا على موقفها الرافض لذلك. كل هذه الأجواء الدولية كيف هي انعكاساتها في كاراكاس؟ تحياتي. يعني بالبدء الشعب الفنزويلي يقول شكرا إيطاليا لأنها تميزت فعلا عن سلسلة المواقف الأوروبية. كل هذه المواقف الدولية التي تفضلتي وتحدثت عنها ترافقت فجر هذا اليوم في 4 شباط فبراير، وهي الذكرى 27 للعملية الثورية التي قام بها الرئيس القائد تشافيز. هي ذكرى عزيزة جدا، يعني حصلت عام 1992 وعزيزة جدا على المحبي تشافيز في الشعب الفنزويلي. ترافقت مع حرب نفسية شنت مركزة كثيرا عبر الواتساب. هذا الفجر تحدثت عن حشود وعن اجتياح وسيك جدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر الحدود الكولومبية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية قواعد عدة في كولومبيا. هذه الحرب يعني عبارة عن مخطط ممنهج للدعاية عبر مختلف الأساليب النفسية للتأثير على آراء ومشاعر وسلوكيات الشعب الفنزويلي بطريقة تسهل الوصول للأهداف والتسبب بحالات الانقسام والانشقاق والفرار إلى آخره. يعني على إيقاع المواقف الدولية التي راحت تتصاعد. هذه الحرب النفسية ليل أمس أثرت على فئات واسعة من السكان، ومن بينهم حتى بعض اللبنانيين الذين تواصلوا معنا يسألون يعني ماذا يحصل، ماذا علينا أن نفعل. وفعلا زرعت بعض الرعب بالناس، ولكن هذا الأمر اضطر السلطات إلى طمأنة الناس، فخرج فريدي برنال وهو محامي الشعب أو حامي الشعب، هذا منصب أطلقه يعني أوجد في الثورة البوليفارية منذ عدة سنوات، خاصة أن بعض الولايات عليها حكام من اليمين الفنزويلي، فكانوا يعني يتعاونون مع المعارضة بشكل كبير. ماذا قال؟ ثم يلحق الضرر بالتشافيزيين. فهذا الشخص خرج فجرا إلى الحدود على منطقة ساتشرا على الحدود وسجل فيديوهات وتحدث إلى الناس وقال أن
الوضع مستتب كليا، وأن كل هذا الكلام غير صحيح وأنها حرب نفسية. وقال طبعا خيارهم الحرب، يكررون دائما الفنزويليون هذا الشعار، خيار الآخرين هو طيب هذا نعم هذا الموقف هو مطمئن للداخل الفنزويلي وفيقة، ولكن أيضا كان هناك موقف أيضا إقليمي بالنسبة لفنزويلا يعني صدر عن كوبا. وزير الخارجية دعا إلى التعبئة العامة للدفاع عن فنزويلا، هذا أيضا يطمئن الداخل الفنزويلي؟ هل من صدى لهذا الموقف؟ نعم يطمئن بشكل كبير، بمعنى أن كل صوت متضامن مع الشعب الفنزويلي اليوم هو مطلوب، يعني بأي تعبير من التضامن هو مطلوب، خاصة وأن بعض هذه الرسائل عندما كشفت السلطات الفنزويلية الكذب والافتراء، خاصة بالصور التي عرضت وهي صور من أفغانستان وصور من العراق، قالوا أنها سيارات الأمم المتحدة وتحمل مساعدات والناس، وأن هناك مواجهة على الحدود، قالوا عادوا المعارضين حملات أخرى فجر هذا اليوم الساعة 4 صباحا يقولون لا لن يأتوا القوات المارينز لن تأتي، ولكننا سندخل بقوافل ومعنا متطوعين برازيليين وإسرائيليين وكولومبيين لحمايتنا في حال اعترضتنا السلطات الفنزويلية. هذه حرب بكل معنى الكلمة، ولكن عندما تصدر أصوات تأتيهم أصوات من أصدقائهم بالعالم من دول محترمة يعني ذات تاريخ طويل وباء طويل في النضال والمقاومة ومناصرة القضايا العادلة، هذا يساعد الشعب الفنزويلي على الحفاظ على رباطة جأسه طيب. وعلى يعني حزم موقفه بالدفاع عن بلده. وصلت الفكرة وفيقة. سؤال أخير، ربما هناك يعني حديث منسوب للرئيس الفنزويلي يتحدث عن أو يتوقع حرب أهلية، ربما نحن بحاجة إلى تأكيد صحة هذا الخبر المنسوب إليه سريعا لو سمحتي. الحرب الأهلية لن تقع، لأن الحرب الأهلية تحتاج إلى طرفين. لا، الشافيزيون مصممون وهذا قرارهم، السلام ثم السلام ثم السلام والديمقراطية والدستور واحترام الدستور، ولا خيار آخر لديهم. ربما تحصل أعمال شغب، تحصل اغتيالات أيضا لمعينة، هذا ممكن أن يحصل على الحدود، ربما يحصل هذا الشيء، ولكن نحن نقول أن حتى هذه اللحظة لم يحصل أي شيء على الحدود، ولكن موضوع المساعدات يجب مراقبته وعلينا الانتظار، يعني انتظار ومتابعة ومواكبة كل هذه الأحداث المستجدات، لأنه في كل يعني طبعا كل شوي في خبر جديد. شكرا جزيلا لك وفيقة مهدي، مديرة موقع الميادين إسبانيول، كنت معنا من كاراكاس، شكرا لك. سياسة إيران تجاه فلسطين ودعم المقاومة والتطور العلمي والإنجازات الطبية في الجمهورية الإسلامية مواضيع سنتطرق إليها اليوم في نافذة طهران. للمزيد ننتقل إلى العاصمة الإيرانية والزميلة سلمى الحاج. أهلا بك سلمى وإليك. شكرا رانا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من هنا من العاصمة الإيرانية طهران. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على وقوف إيران الدائم في مواجهة الإرهاب، وذلك خلال كلمة في مجلس الشورى الذي وافق اليوم على اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ومعنا أشكر رئيس ونواب البرلمان لمصادقتهم على 4 لوائح مهمة في معاهدة مكافحة غسل الأموال والإرهاب. ستسجل هذه الخطوة المهمة للبرلمان والحكومة في تاريخ البلد، لأننا كنا دائما في طليعة المحاربين للإرهاب، ويجب أن لا نسمح لمن تلطخت أيديهم بدماء الناس وللقوى الكبرى التي نفذت العديد من العمليات الإرهابية على مر التاريخ. يجب أن لا نسمح لهؤلاء بأن يدعوا محاربة الإرهاب، وعلينا أن لا نعطيهم أي ذريعة لتوجيه الإساءة لنا. تمت المصادقة على لائحتين في هذا الخصوص، ونأمل أن تتم المصادقة على اللائحتين الأخريين أيضا.
نعم مشاهدينا الكرام، عند هذا الخبر نتوقف مع ضيفنا الكريم هنا مصدق بور. أهلا بك أستاذ مصدق. هذه الموافقة اليوم على اتفاقيات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال من قبل مجلس الشورى، برأيكم يعني كيف يمكن التوازن مع كذا اتفاقية والدول الغربية تقصد دائما بالإرهاب الجماعات التي هي مقاومة بالنسبة لمحور المقاومة، ماذا تقول؟ نعم شكرا. الحقيقة هذه الاتفاقية كانت مثار جدل واختلاف يعني بين الأوساط السياسية الإيرانية، بين المؤسسات الرقابية مع الحكومة والمؤسسات الاستشارية وحتى بين البرلمان. يعني هناك الكثير من الإيرانيين والكثير من دوائر صنع القرار في إيران يعارضون هذه الاتفاقية. لماذا؟ كما تفضلت، لأن هذه الاتفاقية هي تعتبر حركات المقاومة أو الحركات الحليفة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبرها في زمرة الإرهاب، وبالتالي موضوع غسيل الأموال وموضوع تنفيذ بعض العقوبات أو الحظر سوف يشمل أيضا المصالح الإيرانية، وبالتالي هناك رفض إيراني من هذا الجانب. ولكن يبدو أن الكرة أصبح في مرمى الرئيس الإيراني وهو تمكن من التوصل إلى اتفاق مع البرلمان حول هذا الموضوع. على أي حال أنا أعتقد يعني الجانب الإيراني ومتحفظ، والموضوع ربما نحن نشهد نفس المرحلة التي شاهدناها فيما يتعلق بالاتفاق النووي. أيضا الاتفاق النووي كان هناك رأي كبير بعدم جدوى هذا الاتفاق وبأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تكون ملزمة أو ملتزمة وسوف تنكث الوعد وسوف تتنصل عن تنفيذ هذا الاتفاق. ولكن هذه المرة ربما نحن نشاهد نفس التجربة تتكرر. ولكن على أي حال إيران هي لا أريد أستطيع أن أقول هي مجبرة، ولكن على أي حال هي تريد أن تتكيف أيضا مع الجو والمناخ الدولي ولا تريد أن تعطي ذرايا إلى القوى المعادية خاصة في هذا الظرف الحساس والمهم. نعم، ستبقى معنا أستاذ مصدق لنتابع التحليل معك. أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق أملي لاريجاني أن الأوروبيين الذين يدعون الحفاظ على الاتفاق النووي قاموا بطرح آلية مالية محدودة تسمى إنستكس. لاريجاني أشار إلى أن هذه الآلية مرفقة بشرطين غربيين، أحد الشروط هو أنه على إيران قبول المعاهدة، والشرط الثاني أن ندخل في مفاوضات حول البرنامج الصاروخي، مشددا على أن بلاده لن تقبل هذه الشروط المهينة أبدا. أستاذ مصدق، هذا يعني القبول بالشرط الأوروبي؟ كلا، أنا لا أعتقد يعني هذا الموضوع سوف يبقى يعني يواجه طريق مسدود. يعني الجانب الإيراني فعلا يعني هذا الموضوع موضوع حيوي وحساس بالنسبة للجانب الإيراني، وطالما ليست هناك يعني ضمانات من الجانب الأوروبي فيما يتعلق بهذا الموضوع، بالتالي هذا الرفض يعني من كلام السيد لاريجاني رئيس مجلس النواب الإيراني واضح بأن هذا الموضوع موضوع شائك ومعقد وربما يحتاج إلى وقت أطول لكي تتم الموافقة النهائية عليه. نعم. من جانبه رأى المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم الصفوي أن طموح الأمريكيين كان تشكيل قوة مهيمنة حتى نهاية القرن العشرين، لكنهم هزموا. صفوي قال أن الأمريكيين والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين هي من القوى الكبرى، وربما تضاف إليها البرازيل والهند، ولكن قطب القوة المغيب في الأوساط الغربية هو العالم الإسلامي في القرن الحالي. ما الذي يريده بالضبط الأمريكي من إيران؟ الأمريكي لا يريد الاستقلال والحرية لشعوب المنطقة. الأمريكي يريد أن يحتفظ بابتكاراته، ليس فقط من خلال إيران، يعني من خلال جميع الدول التي تريد أن تعتمد على قدراتها الذاتية وتريد أن تكون خارج الفلك الأمريكي. يعني حتى أمريكا كانت تعادي إيران حتى قبل الثورة الإسلامية، يعني هي أسقطت حكومة الدكتور مصدق يعني في نهضة تأميم النفط، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحتكر العالم وتريد أن تحتكر العلوم في العالم وتحتكر كل شيء لصالحها حتى تقايض ذلك مع الدول والشعوب الأخرى على حساب استقلالها وعلى حساب كرامتها. وما تقوله بالتجيش ضد إيران ودول جبهة المقاومة
المقاومه والاجتماعات الاخيره، لاحظنا الاجتماع الاخير الذي عقد في اجتماع البحر الميت. طبعا هذا الاجتماع وان كان سريا كانت هناك تحفظات كبيره ولم تتسرب منه معلومات اساسيه، ولكن بعض المعلومات تسربت الينا. يعني هناك اتفقوا على اعاده سوريا، يعني هذا القرار على اعاده سوريا الى الجامعه العربيه، وبالتالي لاحظنا هناك حلحله للحكومه في لبنان. يعني الحريري وافق، انا في اعتقادي يعني له صله بهذا الموضوع، لان موضوع سوريا وموضوع الرئيس بشار الاسد قد حسم، وبالتالي هناك تراجعات. هم تارة يقولون نريد ان نؤسس ناتو عربي ضد ايران، ولكن البعض يقول بالمقابل انه طالما تم الحل في هذه الملفات من لبنان الى سوريا، هذا يعني بانه هناك على مستوى اقليمي ما بين المملكه العربيه السعوديه وايران، ما بين الامريكي وروسيا على مستوى عالمي، هكذا نعم تقرا؟ طبعا فعلا هناك الصفافات، يعني الولايات المتحده الامريكيه متصفه الى جانب القوى الرجعيه كالمملكه العربيه السعوديه والامارات، وهناك ارباكات. يعني الحقيقه الموقف الامريكي مرتبك حاليا ولا يعرف كيف يتصرف، يعني احيانا كثيره هو يخطا، يعني خاصه في التعاطي والتعامل مع ايران والتعامل مع ظاهره اسمها اليوم المقاومه، وهذه الظاهره يعني هم يحاولون محاربه الثوره الاسلاميه في ايران، ولكن لا يعلمون اين هي، ما هو عنوان هذه الثوره. ايران اليوم تجاوزت مرحلة الجغرافيا، إيران لم تعد جغرافيا، إيران اليوم الثورة الإسلامية أصبحت فكر ومنهج في كل هذه المنطقة، وهنا تكمن الصعوبة في المواجهة مع الثورة الإسلامية. شكرا جزيلا لك أستاذ مصدق قبور الخبير في شؤون السياسية على حضورك معنا إلى هنا. نواصل هذه النافذة مشاهدينا الكرام. إيران ما بعد الثورة فرضت نفسها لاعبا إقليميا رئيسيا لا تابعا خاضعا، وتواجه اليوم بثبات العقوبات الأمريكية والأجندة الإسرائيلية، وشكلت القضية الفلسطينية بعدا استراتيجيا لسياستها الخارجية. فاطمة قاسم والتفاصيل. سياسة إيران تجاه فلسطين ودعمها المقاومة رافقت إيران منذ بدايات الثورة الإسلامية وبلغت ذروتها مع الانتصار وقطعها العلاقات مع إسرائيل. عانقت طهران البندقية منذ بداية الثورة، حيث طالب الإمام الخميني باعتبار آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما عالميا للقدس، لتصبح هذه المناسبة أكبر حدث سياسي يجمع الأمة العربية والإسلامية للتنديد بوحشية الاحتلال. أي قصف على لبنان سنرد عليه حتماً. في العقدين الماضيين نضج فكر المقاومة في المنطقة ثقافياً وتنظيمياً بدعم إيراني صريح. الترجمة الميدانية لهذا التطور جاء بداية على الساحتين اللبنانية والفلسطينية. اندحار الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني عام 2000 والانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 وبعدهما انتصار تموز 2006، وعلى المقلب الفلسطيني حربان على قطاع غزة المحاصر كسرت بهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة هيبة الجيش الإسرائيلي، وفرضت مثل حزب الله قوة ردع لا تقوى إسرائيل على تجاهلها. هذه العلاقة بمحور المقاومة هل ترتبط بالسلوك السياسي الأمريكي معها؟ مثلت العلاقات الإيرانية الأمريكية بحثا مفتوحا على الدوام، وفي العقد الأخير بدا واضحا أن واشنطن لا تستطيع غض الطرف عن الأهمية التي تتمتع بها إيران كدولة ونظام سياسي. وأمام التوجهات الأمريكية للحد من نفوذ إيران والاستهداف قدراتها العسكرية والعقوبات الاقتصادية عليها، يلعب خصومها بوتر مكافحة الإرهاب في سعي لوضع اسمها ضمن الدول الراعية للإرهاب ووضعها كمصدر أساسي للعنف في المنطقة والعالم. ولا يغادر ذلك سياق الحديث عن جبهة إسرائيلية عربية ضدها. المحاولات المفترضة لكسر إيران سقطت في ساحات عديدة منها سوريا والعراق واليمن، وكانت اختبارا حقيقيا لنفوذ طهران الإقليمي واجهته ولا تزال، وحمت النسيج المجتمعي من خطر التكفيريين، وصانت المقدرات الاقتصادية من جشع المطامع عبر دعم الحركات المقاومة كحزب الله والحشد الشعبي واللجان الشعبية في اليمن. لذلك أثبتت الأحداث بوضوح مستوى الفشل الذي تحقق في مواجهتها. شهدت إيران في مرحلة ما بعد الثورة قفزة سريعة واحتلت مراكز مرموقة عالميا في مجال التقدم العلمي والإنجازات التكنولوجية. مالك عابدة. بلغت إيران سن الرشد سياسيا وعلميا وحتى عسكريا،
هكذا يرى الإيرانيون بلدهم بعد 40 عاما على ثورتهم. الآلاف من مراكز الأبحاث في مختلف التخصصات تمتلكها إيران اليوم، مراكز ينافس بعضها ما توصل إليه الأوروبيون في مجال الخلايا الجذعية والنانو والجو فضاء. الأبحاث هي أساس القوة في أي بلد. بعد الثورة الإسلامية أكد الإمام الراحل أن مستقبل الأمة يرسم في الجامعات. اليوم نحن نحتل الدرجة الأولى في الشرق الأوسط من ناحية عدد المقالات والتنوع الذي تتميز به أبحاثنا. أرقام إيران العلمية مخيفة لأعدائها، فقد بلغ عدد جامعاتها 2500 جامعة تضم 4 ملايين طالب، نصفهم تقريبا من الإناث. يضاف إلى ذلك اكتساب إيران المرتبة 16 عالميا في سرعة النمو العلمية، والمرتبة الأولى في المنطقة على صعيد الإنتاج العلمي بحسب وزارة التعليم العالي. النهضة العلمية الإيرانية تجربة فريدة من نوعها، لم تكسرها الضغوط ولم تكبلها العقوبات على مدى 40 عاما. لقد أجبرنا في إيران على النظر إلى إمكاناتنا الداخلية وقدراتنا البشرية، وها نحن اليوم نصدر أجهزتنا الطبية إلى البلدان المجاورة مثل أفغانستان والعراق، كما أننا نولي أهمية للسوق الأفريقية. في إيران 4000 شركة علمية تسهم في تأمين حاجات البلاد، أمر ساعد طهران على هزيمة أي حصار اقتصادي عليها. نظرة إيران إلى الوضع العلمي باعتباره ثروة استراتيجية متجددة تهدف إلى تحقيق مزيد من التقدم العلمي والمعرفي واللحاق بركب الدول المتقدمة وتخفيض الاستيراد المعرفي واستبداله بعلم داخلي ذي صبغة إيرانية. ملك عابد، طهران، الميادين. 40 عاما على الثورة، المحبة تتجدد في قلوب الإيرانيين. وفدتنا بسانت الراف إلى إيران زارت منزل الإمام الخميني الراحل. هنا لطالما جلس الإمام الخميني قائد ثورة ما زالت آثارها تتردد في كل حين ومكان. من هنا كان صمته يدوي رعبا في صفوف الأعداء، ومن هنا كان صوته يتردد ليصل الصدى إلى أبعد مدى، إلى الصديق الناصر فينصره، وإلى العدو الغادر فيهابه. من شارع جمران شمالي العاصمة يتفرع زقاق ضيق، مكان بسيط يصفه الشعب هنا بالمبارك، يختزل حقبة تاريخية في مسيرة ثورة مع قائد ما بال بضغوط العدا. يحكي عنه هذا المكان قصصا وروايات لم ولن ينساها التاريخ أبدا. كيف لا وإيران الآن دولة قوية عصرية رغم كل ما تعرضت له من جور وحروب وحصار. شماها مبارزة کردید برای شما خدمت کنید خودمون نباید استفاده کنید برای من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم. عندما عاد الإمام الخميني إلى طهران عاش في منزل بالإيجار كان يمتلك حب الناس. الإمام حتى اليوم حاضر معنا، أما قصور الشاه فباتت مجرد متحف لا يسكنها بشر. من هذا الممر الحديدي كان يدخل الإمام إلى حسينية جمران ليخطب في المؤمنين المحتشدين. اليوم روح الإمام حاضرة هنا في كل زقاق وفي كل زاوية وفي كل إيران. بمجرد دخولك هذا المكان البسيط والمتواضع لابد أن تشعر بالهيبة والرهبة والزهد، وكأن الإمام الخميني حاضر هنا. من هذه الغرفة البسيطة حمل الإمام الخميني هم ناسه الذين إليه منتمى، من هنا قاد شعبه إلى الانتصار بعدما هزم حاكما ظالما لم يمثل شعبه يوما بل عمل على قمعه وقهره وتجويعه. من تواضع الإمام الخميني إلى زخارف الشاه وبهارجه ندرك ونتأكد بيد من كانت ثروات الإيرانيين ومن بددها على ملذاته وأهوائه. ما بين بساطة منزل الإمام وقصور الشاه الفارهة مسافة، ما بين حرية شعب والعبودية، وما بين التقدم والتطور والاستقلال والتبعية والارتهان.
توجه کنید که خود را بسازید. بیسان طرف تهران، الميادين. والآن هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران انتهت حتى هذه اللحظة. عودة إليك رانا. شكرا لك سلمى. تتفاعل قضية الناشطات المعتقلات في السجون السعودية، حيث اتهم نواب بريطانيون أعلى سلطة في المملكة بتعذيبهن وانتهاك حقوقهن. هذا وأطلقت جمعية القسط لحقوق الإنسان حملة في الصحف البريطانية للتضامن مع الناشطات المعتقلات. تقرير زهراء ديراني. لوجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيز اليوسف، سمر بدوي، عائشة المانع، هاتون الفاسي، بعض من أسماء ناشطات معتقلات في السجون السعودية. تتوالى التقارير الدولية التي تكشف عن تفاصيل انتهاكات داخل سجن ذهبان في جدة، انتهاكات لا يتخيلها عقل ولا يتقبلها مجتمع قائم على أسس دينية عقائدية. يقول تقرير أعدته منظمة هيومن رايتس ووتش إن المعتقلات يتعرضن للتحرش الجنسي من ملثمين وللتعذيب جلدا أو صعقا بالكهرباء، ويؤكد أن بعضهن فقدن القدرة على المشي. تتصاعد اللهجة البريطانية التي تطالب المملكة بالسماح لمحققين بريطانيين بالدخول إلى سجونها والتحقيق فيما يجري في غرفها المظلمة، لكن السعودية لم تستجب. الرياض على أعلى مستوى متورطة في تعذيب الناشطات المعتقلات، هذا ما قاله مشرعون بريطانيون حملوا المملكة مسؤولية تعذيبهن وانتهاك حقوقهن والتشهير بهن. يأتي ذلك بالتزامن مع حملة أطلقتها منظمة القسط لحقوق الإنسان في الصحف البريطانية تضامنا مع الناشطات في سجون المملكة. مواقع التواصل الاجتماعي ضج بصورهن، سيل من التغريدات طالب برفع الظلم عنهن ورفع يد ابن سلمان عن السعودية، بينما قارنت أخرى بين شوارع لندن التي تضج بقضية المعتقلات السعوديات وبين شوارع المملكة نفسها الغارقة في صمتها. والآن إلى موجز الاقتصاد في النشرة وزميل عبد الله ظهر. أهلا بك عبد الله. مساء الخير لنا. شكرا. أهلا بكم. أعفى الأردن الرعاية التونسيين من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيه، ما سيسهم في زيادة أعداد الزوار والسياح إلى عمان. ونقل موقع الغد الأردني عن وزير الداخلية سمير المبيضين أنه تم إعفاء رعاية تونس من الرسوم لجميع أنواع تأشيرات الدخول، وسيسري القرار اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك استنادا إلى نظام التأشيرات لعام 1997 وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمال. مثل يعتزم العراق بيع الأردن نفط خام كركوك بحسم قدره 16 دولارا للبرميل الواحد عن سعر برنت القياسي، بحسب ما كشف عنه وزير النفط ثامر الغضبان، وذلك بناء على مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين عام 2006. رئاسة الوزراء العراقية أكدت أن بغداد ستزود عمان بعشرة ألاف برميل كل يوم من نفط كركوك، ما يعني أن الأردن سيستورد من العراق نحو نصف مليون برميل، ما يعادل 15 مليونا في الشهر إن كان سعر النفط العراقي عند 50 دولارا. كشفت الحكومة المصرية عن ملامح المنطقة الصناعية الروسية المصرية المقرر إنشاؤها في مصر، وأظهر رسم بياني نشرته الحكومة أن المشروع سيقام شرق منطقة بورسعيد للصناعات اللوجستية، وسيستغرق تنفيذه 13 عاما على ثلاث مراحل، ويبلغ حجم الاستثمارات التي سيجذبها المشروع نحو 6 مليارات و900 مليون دولار، وتتيح 35 ألف فرصة عمل على أن يكون 90% من العمالة محليا. كشف موقع بلومبرج الاقتصادي أن الأثرياء السعوديين الذين اعتقلوا في ما يسمى حملة مكافحة الفساد خرجوا فقراء بعد الحملة التي شنت ضدهم. وذكر التقرير أن لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان حصلت 107 مليارات دولار على شكل أموال سائلة وعقارات وشركات من 87 شخصا.
وذكر موقع بلومبرغ بما قاله ولي العهد قبل 4 أشهر، ومفاده أن الحملة جمعت 35 مليارا فقط، ما يبدو مختلفا عن الرقم الذي أفادت به لجنة مكافحة الفساد السعودية. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية، شكرا لحسن متابعتكم. عودة لك رانا. شكرا لك عبد الله. كبريان طفل لبناني تغلب على مرض السرطان الذي أوصله إلى حافة الموت. كفاحه في مواجهة المرض في هذا التقرير لمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان. تقرير سامي جلول. مرت الأيام ومضت الشهور وكرسي كبريان في المدرسة لا يزال شاغرا. فالطفل ذو الأعوام الأربعة رقد في المستشفى أشهر متعددة يصارع الموت. المرض الأخبث دخل في مواجهة مع أكثر القلوب طهارة وبراءة. هذا المرض كتير خبيث وبيتطور بسرعة، كل 20 دقيقة الخلايا الخبيثة بتتكاثر بالجسم، كل 20 دقيقة، لكن بيتجاوب على العلاجات ونسبة الشفاء منه كتير عالية، والليمفوما هو من أكثر الأمراض اللي هي حساسة على العلاجات الكيميائية. قصة كبريانو ترويها دموع أمه، تلك الدموع التي امتزجت بدموع ابنها لتسطر نهاية سعيدة لتلك الحكاية. كبريانو نحن بالمستشفى من أول لحظة كان ولد كتير قوي، تقبل الشيء اللي عم بيصير معه، وكان دايما يقول إنه أنا رح صح ورح أرجع على البيت، رح أرجع ألعب مع أصحابي، وهو يلي أعطانا القوة وخلينا نتخطى هيدا المحنة. تلقى كبريانو الرعاية الطبية المطلوبة، إلا أن الأهم أنه نال إعجاب محبيه واهتمامهم في المدرسة وفي عائلته أيضا. كبريانو عم بيتابع المنهج تبعوله من قلب البيت مع معلمات من قلب المدرسة، وحتى لسنة الجاي إذا قال رب تشرين يكون ما خسر سنة ويفوت على صف جديد اللي هو KG3 أو PS2. المرض قوي أكتر، كبروا كتير ووعي على اشياء كثيره. شو حلو حبيبي، شو حلو هالقمر، شوفوا ما اجمله. ابن السنوات الاربع عرف كيف يرسم خطوط مستقبله العريضه بمساعده الاهل، وعنوانها الرئيسي القوه والاراده والامل. هنا تتجلى البراءه بابهى تفاصيلها. المرض وقف عاجزا امام ايمانه وصبره، وأمله بالحياة كتب له ميلادا جديدا. سامي جلول، بيروت، الميادين. إلى العناوين مجددا. الرئيس العراقي يكشف أن الأمريكيين لم يطلبوا إذنا للبقاء ومراقبة إيران، ومخاوف أمريكية من تأثير ذلك على نقل القوات الأمريكية من سوريا. قبل أيام من قمة سوتشي، أردوغان يعترف بأن أنقرة حافظت على اتصالات مباشرة مع دمشق. إيطاليا تستخدم الفيتو ضد بيان للاتحاد الأوروبي يعترف بغوايدو، ودول أوروبية تعترف به رئيسا مؤقتا لفنزويلا. نواب بريطانيون يحملون السلطة العليا في السعودية مسؤولية تعذيب ناشطات وانتهاك حقوقهن في السجون. كاميرا الميادين تجول في منزل الإمام الخميني، حيث المكان البسيط يختزل حقبة تاريخية في مسيرة ثورة. وكان في الظهيرة أيضا طفل في الرابعة من عمره يتغلب على مرض السرطان بعدما كاد يوصله إلى حافة الموت. المزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت، الميادين.net، باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.